ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كل سنه وانتم طيبين. برضو تفريزات رمضان، هنعمل مع بعض كفته الحاتي، بس هنعملها الكفته اللي هي بالبرغل الموفره. عملنا الكميه دي كلها من نص كيلو برغل، بس مش مهم ان هي موفره وبس، المهم ان تبقى قيمه غذائيه عاليه، وكمان ان هي يكون طعمها حلو. وسر المحلات بره واكبر بتاع كفته في مصر كله جايبه لكم السر من عنده. الحلقه النهارده حلوه وضرب نار وتحدي، وهبهركم يعني هجننكم يا حبايب قلب جيجي. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف الحلقه النهارده. بس عايزه قبل اي حاجه احلى لايك لاحلى جيجي، ويلا بينا نروح مع بعض نشوف الحلقه النهارده حلوه عشان انتوا فيها. يلا بينا حبايب قلب جيجي. ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض تحضيرات تاني من اللحمه المفرومه، بس هنعمل النهارده الكفته الاقتصاديه اللي هي كفته الحاتي. هنعملها في البيت، هنعملها اللي بتاعت الشوي، وتنفع كمان للصينيه، يعني ممكن تبقى بصينيه وممكن تبقى شوي، لان هنعملها النهارده بالبرغل. هتبقى موفره في الكميه معاكي، هتديكي كميه حلوه وطعم كمان، اهم حاجه طعم حلو قوي. واهم من ده كله ان انا جايبه لكم سر الشارع وسر المحلات، دي اهم تكايه عندي، ان انتوا تعرفوا الاكل بتاع بره بيتعمل ازاي، بس نعمله احنا هنا في البيت باللحمه احنا يعني واثقين فيها، وكمان نعمل بقيمه غذائيه عاليه، ونظبط الدنيا كده مع بعض في البيت، واقول لكم على كل الاسرار. اول حاجه معايا هنا اهو نص كيلو من اللحمه المفرومه. اللحمه دي تكون برضو فيها دسم شويه، ما تكونش حمراء خالص. كل ما اللحمه بتبقى فيها دسم ما بتفكش معاكي، كل ما اللحمه بتكون حمراء بتفك معاكي بسهوله على السيخ، ودي كفته سيخ. تمام، اللي احنا هنعملها النهارده دي كفته سيخ حلوه قوي، دي بتاعت بره اللي بتاكليها بره بالظبط. تمام، كمان هعمل لكم باذن الله الطريقه بتاعت الشوايه. هعمل في البيت شوايه نشوي عليها ان شاء الله في رمضان، هعملها شوايه فحم من غير ما يكون عندك شوايه ولا اي حاجه. استنوني عندي المفاجآت وتحدي، اصبروا بس عليا هبهركم يعني هجننكم. المهم خلينا مع بعض تاني نرجع مع بعض نقول المقادير والطريقه. معايا نص كيلو كده من اللحمه زي ما قلنا، معايا ربع كيلو من الدوش. ده الدوش ده بيكون لحمه بس فيها حتت من السمين او الدهن بتاع اللحمه نفسه. تمام، ده دوش من عند الجزار. وهنا معايا 50 جرام من اللية دي اختياري، لو حابة علشان يبقى طعمها ضاني، تبقى كفتة زي بتاعت الحاتي بالظبط، وريحتها تفحفح على السيخ بالظبط. معايا كمان بصلاية متوسطة مش كبيرة، بصلاية متوسطة مبشورة بتفلها وبكل حاجة، ما صفيتهاش ولا أي حاجة، لأن احنا هنحط برغل. معايا كمان طماطماية صغيرة قوي اهي، بشراها بالشكل ده برضو مش هصفيها ولا اي حاجة. طب يا جيجي ما كده هتفك؟ لا مش هتفك، علشان معايا هنا اهو معايا برغل. البرغل ده اي نوع بقى من بتاع الشركات ده، اي نوع هينفع. ماشي، هناخد بقى الكمية قد ايه. هاخد، شايفين المج ده؟ اكيد عندنا في البيت اي مج. تمام، المج هاخد نص المج على النص كيلو، هاخد نص المج برغل. بص انا عايزة نص المج بالظبط اهو، نص بالظبط، ده نص المج بتاعي برغل اهو. البرغل ده ما بيتغسلش لان ده نضيف، ودرجه اولى المغلف بيكون نضيف جدا. تمام اهو، ده نص كده اهو، هحطه كده اهو، وهجيب ميه مغليه من الكتل، هملى برضو المج بتاعي نص بالظبط، مش هيزيد عن نص، نص اهو، هنزل كده اهو، وهغطي دي واسيبها لمده بالظبط بالظبط يعني 5 دقايق بس، ان البرغل بتاعي يطرى وينعم خالص، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هستنى بقى ال10 دقايق دول ان هو يدبل معايا، وبعد كده نرجع. بس قبل ما نرجع عايزه اوريكم التوابل بتاعه الكفته بتاعت الحيتي، هي ما فيهاش برده افتكاسات ولا اي حاجه. كل حكايه معايا كده حبه من الكبيبه الصيني، معايا كام فص حبهان، معايا فلفل اسود حصى، معايا بقدونس مجفف، والبقدونس ده احنا مجففينه في البيت زي ما قلنا. هاخد الحاجات دي هطحنها في الكبه واحولها لباودر، وكمان معايا ملح بس مش كده، مش عايزه اي افتكاسات تاني ولا اي حاجه في الكفته غير هما دول بس، هاخدهم اطحنهم. لو ما فيش بقدونس مجفف، حته كده من البقدونس الفريش هقطعها صغير على البصله والطماطم دول، هخليها برده متقطعه معايا حبه كده صغيرين من البقدونس الفريش. تمام، هستنى بقى على ده ان هو يعني
يعني عايزه اقول لكم ايه، يطرى معايا خالص ويشرب الميه دي كلها، وكمان اكون طحنت التوابل دي ونرجع مع بعض تاني. تعالوا بقى دلوقتي رجعنا تاني مع بعض، طحنت التوابل اهي زي ما انتوا شايفين، اهي اتحولت كده البودر معايا. برضو لو عايزة تعملي كمية منها وتشيلي عندك في برطمان وتكتبي عليها خلطة الكفتة او توابل الكفتة هي دي من غير الملح، ماشي؟ فممكن تعملي كمية وتشيليها عندك مفيش مشكلة. تعالوا بقى البرغل كمان اهو، بصي نشف معايا، مش هصفيه بقى ولا هعمل اي حاجة لان هو شرب شوية المية وهو ده اللي انا عايزاه، وطري معايا وتمام التمام، هو ده بقى اللي انا عايزة اوصل له. تعالوا بقى نشتغل كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. مش علشان بقى فيها برغل واقتصادية هتبقى طعمها مش حلو، لا هتطلع طعمها حلو وجميلة وزي الفل وزي بره بالظبط، هتشوفي كل حاجة مع بعض. وهحط كمان ادي الدوش وادي حتة اللية اهي بالشكل ده، وادي البصلاية، بصلاية متوسطة بالمية بتاعتها وكل حاجة علشان البرغل هيمص المية، ما تخافيش مش هتفك ولا اي حاجة. وادي الطماطمية الصغيرة دي برضو بتفرق معاكي في الطعم قوي، وادي التوابل بتاعتي اهي. همسك كل ده بقى هعجنه كده اهو عجنة حلوة قوي، وبعدين هديله وش في الكبة. ليه يا جيجي هتديله وش في الكبة؟ مش هتخليه خشن زي الكفتة اللي انت عملتها لنا قبل كده. هقولك علشان البرغل لما ياخد وش واحد في الكبة، او لو عندك المفرمة بتاعت الكهربا هتديله لف يعني فرمة واحدة بس في مفرمة الكهربا، البرغل نفسه هيطرى معاكي وهيديكي كمان يعني جودة احلى. يعني ان انا دلوقتي بخلط كل المكونات كده اهو مع بعض زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لك ريحتها تحفه بجد، ريحتها حلوه قوي. وعايزه اقول لك من نص كيلو لحمه مفرومه وربع كيلو من الدوش، بصي بصي الكميه ما شاء الله معايا، بصي الكميه قد ايه، بصي الكميه وفيره وجميله وكبيره، هي معديه الكيلو في ايدي. بصي لو عايزه تضاعفي بقى الكميه وتعملي على كيلو اعملي اهي بالشكل ده. هديها بس ضربه واحده في الكبه او زي ما قلت لك في المفرمه، وبعد كده هسيبها تريح في التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده نرجع مع بعض نصبعها ونشوف هنعمل ايه. لو مش عايزة تديها وش مفرمة ولا عايزة يا ستي تديها في الكبة برضو مفيش مشكلة، بس هتبقى خشنة شوية الكفتة بتاعتك، هتبقى خشنة شوية ماشي. لو انت بقى بتحبيها خشنة ماشي، بس هي مش هتفك ولا اي حاجة. الدوش بيجي منين؟ الدوش بيجي من عند الجزار، بتروحي تقولي له عايزة دوش. وفي كمان حاجة اسمها بوش برضو تنفع للكفتة، لو ما لقيتيش دوش يبقى جيبي بوش مفيش مشكلة. برضو الدوش مش هيبقى غالي، انما البوش غالي شوية، يعني بيكون مثلا الكيلو في حدود مثلا ايه 80 جنيه اللي هو البوش ده، انما الدوش قصدي الدوش بيبقى ب 80 جنيه، ركزوا بقى كده معايا. انما البوش نفسه بيبقى الكيلو مثلا في حدود 30 جنيه 35 جنيه كده يعني، لانه ما بيبقاش فيه حتت من اللحمه، انما الدوش بيبقى فيه حتت من اللحمه. اهي كده خلاص كده اتعجنت معايا كويس. هسيبها بقى ترتاح او هضربها ضربه واحده بس في المفرمه او في الكبه، وبعد كده هسيبها بقى تريح، وبعد كده نرجع مع بعض نصبعها ونشوف هنصبعها مع بعض ازاي. تعالوا بقى الكفته بتاعتنا اهي بتاعت البرغل بعد لما قعدت في التلاجه شويه كده تريح، عايزه اقول لك انا ما ضربتهاش في الكبه ولا ضربتها كمان في المفرمه ولا اي حاجه، انا بحب الكفته بتاعتي خشنه يعني احس بيها. انت عايزاها ناعمه اعملي اللي انت عايزاه. بصي بقى هي كده انا عجنتها كويس قوي كده، كمان ريحت معايا تمام التمام، ناجحه الحمد لله ما شاء الله عليها، في ايديا مسمغه. يعني ايه مسمغه يا جيجي؟ يعني وانا بمسكها كده اهو وبقفل عليها مش طريه في ايدي، لا ماسكه نفسها ما بتفكش، يعني ما تيجي تمسكيها عامله زي العجينه اللي ما بتفكش، العجينه الملمومه الناجحه مش بتفك في ايدك تمام. المهم بقى ايه، بصوا يا اما بقى هنصبع على اللي هي العيدان بتاعت الشيش تاووك دي كده اهو بالشكل ده، دي بقى مش لازم ميه بصل ولا اي حاجه، لان هي اصلا البصلايه محطوطه بميتها فهي شاربه من ميه البصله نفسها تمام. اهي هنصبع بيها كده اهو بالشكل ده، ومعانا الاطباق بتاعتنا اهي
اطباق التلاجة دي وحاطين عليها الكيس كده البلاستيك، وهنحط عليها الكفتة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها. طب لو انا ما عنديش الخل يا جيجي هعمل ايه؟ ممكن تعملي على ميسن لو عندك ميسن، ما عندكيش ميسن هنجيب قلم هتشيلي الانبوبة بتاعته، قلم يعني يكون خلص او حاجة ما بيكتبش، هتشيلي الانبوبة بتاعته وتصبعي على القلم بتاع القلم اللي هو اي قلم جاي في رصاص مش مشكله، وتصبعي عليه الكفته وتحطيها. طب ما عنديش بصي اي حاجه تصرفي، فاهمه ازاي؟ هن معايا معلقه خشب، ممكن تصبعي على معلقه خشب. بصي انا مش عايزه الدنيا تتأزم معاكي اي حاجه اهو، بصي حتى على معلقه الخشب هتصبعي يا جيجي. اه هصبع على المعلقه الخشب، ايه المشكله يعني؟ اهي بصي بالشكل ده كده اهو، تمام. المهم بس تساوي الكفته بتاعتك وتبصي تبصميها كده بايديكي، تمام اهي بالشكل ده. هطلع بيها اهي، بصي كفته اهي، ولا كفته السيخ، ايه المشكله؟ اي حاجه. واحط برضو في الاطباق بتاعتي تتجمد سمك الكفته بتاعتك. اعملي بقى اللي انت عايزاه، عايزاه كبير، عايزاه صغير، عايزاه متوسط، اعملي اللي انت عايزاه. انا بعمله كبير شويه علشان اللي ياخد واحده تشبعه، ما يبقاش مش مثلا عامله كذا واحده وايه ويبقى يعني كتير على الفاضي وياخدوا مني يعني وقت كبير في الشوي والكلام ده كله. انما لما بيبقوا كبار كده اهو بتحطي المره واحده ولا مرتين على الشوايه وتخلصي، لما بيبقوا صغيرين بياخدوا كذا مره من الشوي. فانا عندي اللي ياخد صباع ابرك من اللي ياخد 10 زي ما بيقولوا، تمام. وزي ما قلت لكم هعمل لكم الشوايه في البيت. تعمليها ازاي؟ جيبوا فحم، حوشوا الفحم علشان هنعمل الشوايه في البيت وهنشوي عليها باذن الله ان شاء الله. على فكرة اكتر شوي صحي هو الشوي بتاع الفحم. المهم عشان ما اطولش عليك واخلص انا الكمية بقى بتاعتي كلها، وبعد كده اوريكم الكمية طلعت قد ايه، تمام. اوريكم اللي هو نص كيلو لحمة عمل لي كمية كفتة قد ايه بعد ما نخلص خالص، تمام. اشوفكم تاني بعد ما اخلص. بصوا بقى ما شاء الله من نص كيلو لحمه مفرومه بس، بصي عمل لي كميه قد ايه ما شاء الله. بصي ادي طبق اهو، تمام اهو بالشكل ده، وادي طبق تاني، ادي طبقين، وادي الطبق اللي انا عملته اهو التالت، تلات اطباق اهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. مش هغلف ولا هعمل اي حاجه، كل الحكايه هاخده زي ما هو كده اهو، هجمده في الفريزر عشان انا عايزه كل واحده تتجمد على حده علشان ما يلزقوش في بعض. وكمان هنشوف شكلها عشان اوصل لكم الفكره اللي انا عايزه اوصلها لكم، طريقه التجميد ازاي مع الكفته وتطلع معاكي ممتازه، تمام. اهم حاجه بس لما تيجي تطلعيها من الفريزر تبقى على طول على الشوايه وهي متجمده، ما تسيبهاش تفك عشان احنا داخلين على صيف زي ما قلت لكم كده اهو، الدنيا تبقى تمام التمام معانا. هروح اجمدها وبعد ما تتجمد ان شاء الله اوريها لكم واوريكم الفكره اللي انا قصدي بيها بعد التجميد. مش هغلف ولا اي حاجه، هودي التلاجة يتجمد وبعد كده نرجع مع بعض. تعالوا بقى نشوف مع بعض الكفته بعد ما اتجمدت بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده اهو، دي الكميه بتاعتي اهي من نص كيلو لحمه مفرومه، دي الكفته الموفره زي ما قلنا، بس طعمها حلو قوي وبجد بجد مش هتفرقيها عن بتاعه بره ابدا، ومش هتفك معاكي ابدا ابدا ان شاء الله. وتحدي بس امشي على نفس المقادير. عايزه اقول لك بقى ايه هي دلوقتي، بصي اهم حاجه ما نلزقهاش في بعض، بصي كل واحده متفرزه لوحديها اهي، بصي اهي، فاهمين انا قصدي ايه؟ ليه عملت الحركه دي يا جيجي؟ وليه ما حطيتناش فوق بعض ونخلص؟ وليه كده الحاجات دي كلها؟ هقول لك ليه؟ علشان لما نيجي نجيب كده كيس ثلاجه ونيجي نحط الكفته بتاعتنا كده اهو بالشكل ده، تبقى اول حاجه مش هتاخد معايا مكان، دي اول حاجه. تاني حاجه لو عوزت اي صباع كفته في اي وقت، سندوتش كده، عيل جعان كده، جالك اي حد على غفله عايزه تطلعي كام صباع كفته، الفطار عندك مثلا حد برده جالك في الفطار كده عزومه مفاجاه ولا حاجه، تعرفي تطلعي الصباع كل صباع لوحده كده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفه كده. يعني عوزت صباع اطلع، مش هستنى الطبق كله يفك ويبقى ملزق في بعضه والكلام ده كله. دي بتوفر عليكي كتير قوي تعب، وكمان بتديكي نتيجه حلوه.
عايزه اقول لكم كمان، لما تيجوا تطلعوا الصباع وهو متلج كده اهو، هتحطيه على الشوايه، يعني يا دوبك تسيبيه يهدى بس شويه ما يفكش، وهو ساقع كده اهو تروحي حطاه على الشوايه وتشوي على طول، بس ما تخليش النار بتاعتك جامده، تخلي النار بتاعتك هاديه. فزي ما بقول لك بقى كده اهو، هعبي كده الكميه بتاعتي كلها، وهوريكي كمان بعد ما تتعبى. ودي كمان بالنسبه للي هي عملناها في اللي احنا عملناها في الاسياخ دي اهي، لو في البتاع بتاع شيش طاووق ده اهي، هحط كده اهو برضو. بصي لما تيجي تسحبي هتسحبي كل واحده على حده، مش ملزق في بعضه، فهمت وجهه نظري؟ اهي هيبقى تقريبا كده بالشكل ده اللي انتوا شايفينه كده اهو، وبرده هيبقى تحريكه مرن في الفريزر، يعني عايزه تجيبي كده هيجي، تجيبي كده هيجي. المهم هعبي الكميه كلها واوريكم طلعت معايا كام كيس. تمام، وادي الكميه اهي من نص كيلو لحمه زي ما قلنا، الكميه كلها حطيتها في اكياس كده بالشكل ده، مش لازقه في بعض اهي، متجمده كل واحده على حده. وكمان كتبت على الاستيكر كفته شوي برغل، عشان احنا عاملين كفته شوي مش بالبرغل اللي احنا عاملينها في الحلقه اللي فاتت. الناس اللي ما شافتهاش هسيبها لها في صندوق الوصف عشان تشوفها، تبقى لحمه صافي. ودي بقى اللي بالبرغل، الاستيكر ده عشان بتسال عليه على طول. الاستيكر ده بيتباع في اي مكتبه، تقولي له عايزه الاستيكر اللي بيتكتب عليه بتاع الفاكهه والخضار، بيبقى ده الشكل بتاعه، بتلزقيه كده على الكيس، علشان كمان ما تتلخبطيش ما بين الكفته دي والكفته دي، لو عامله كميه من الكفته دي وكميه من الكفته دي برده تبقي فاهمه ده ايه وده ايه. يعني اهم حاجه ان انت تبقي موضبه الفريزر بتاعك، علشان تبقي حاسه كده براحه نفسيه، وتبقي عارفه كل حاجه لوحديها، ما يبقاش كله متلخبط على بعضه، وتبقي نسيتي وتهتي، والكلام ده كله بيحصل لنا. تمام، انما كده تمام قوي. ودي اللي هي في الخله اهي عملتها. احلى حاجه ان انت تسيبي كل واحده كده على حده، عشان لو عايزه تطلعي في اي وقت واحده ولا اتنين زياده تبقى سهله بالنسبه لك. والكميه اهي جميله وموفره جدا جدا، من نص كيلو لحمه مفرومه. واستنوني هبهركم، يعني هجننكم. والحلقه النهارده كانت حلوه علشان انتوا فيها، وكل سنه وانتوا طيبين، ويعود علينا الايام بخير، ولهم بلغنا رمضان يا حبايب قلب جيجي. والحلقه النهارده كانت حصري على قناه الشاشه فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. واستنوني لسه بقيه السلسله بتاعت اللحمه المفرومه ما خلصتش، استنوني لسه في مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت. ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيجي. مع السلامه في فيديو جديد.